مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور عن غلاء الأسعار، وطبعا كلنا لامسين ده بشكل كبير في بعض السلع، ويمكن في مبادرات كتير قامت من وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وأيضا مجموعة من الجمعيات الأهلية، لكن طبعا هذه الجهود كلها لن تكفي أن تقف أمام جشع بعض التجار. إزاي نقدر نواجه ده؟ وإيه المفروض يتعمل علشان يكون في استقرار في أوضاع الخاصة بأسعار بعض السلع الحيوية والمهمة بالنسبة للمواطن؟ يعني يمكن امبارح قريت مجموعة من التعليقات كده على الفيسبوك خاصة بأسعار مجموعة من الخضروات، والناس كانت بتكتب أن كيلو الخيار ب 14 جنيه، فده شيء صعب بالنسبة لمواطن ممكن يكون مرتبه ما يتعداش 1500 في الشهر، هيقدر يجيب الخضروات الأساسية دي إزاي ويقدر يكمل العيد إزاي؟ وبعدين عندنا مدارس بعد العيد وحاجات كتير كده مطلوبة من كل مواطن مصري بيعول حقيقة. فإحنا كنا محتاجين النهاردة نلتقي بالأستاذ محمود عزقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. كلمونا على أرقام التليفونات اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة طول الفقرة. أهلا بك يا فندم. مساء الخير، كل سنة والطيبة، وكل سنة ومصر كلها بخير، المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وإخواننا المسيحيين بمناسبة عيد العذراء. أنا كنت وأنا في أسيوط زمان كنت بحتفل بال كل بروح المصريين كنا بنروح عذر الدرونكا. ده حقيقي على فكرة، يعني نص ثانية كده نفسي، واحد من أهم أمنياتي إن في حتة أرض ورا الكنيسة، ورا العذراء، ورا الدير في درونكا، في أسيوط في درونكا، حتة أرض عاملة زي السجادة يتعمل فيها مطار شارتر، مطار ورحلات شارتر تنقل سياحة دينية. أنا كنت في مرة في لبنان طلعت كنيسة اسمها كنيسة حريصة. أنا معلوماتي إن كنيسة حريصة دي كنيسة عادية، يعني ما فيهاش حاجة زي، يعني أنت العائلة المقدسة قعدت في الحتة اللي احنا بنتكلم عليها دي، درونكا. فيعني بتكلمي على مكان أثر فعلا. أعتقد أنه ده ممكن يكون عريق من ضمن الأفكار المطروحة في مسار العائلة المقدسة، لأنه يعني مسار العائلة المقدسة يعني هيتم العمل فيه وفقا لمراحل. يعني المرحلة الأولى بيتم العمل عليها حاليا، ده عدة نقاط معينة، حوالي 7 نقاط في مسار العائلة المقدسة، ومع كل مرحلة هيتم الاهتمام بالوسائل الانتقال الخاصة بكل مكان زارته العائلة المقدسة، عشان في النهاية المسار كله يبقى سهل الوصول ليه من قبل السائحين. فيعني أنا بضم فكرة حضرتك للقائمين على هذا المشروع. عارفة أنت بتتكلمي على بلد من الممكن أن تستجلب أموال طائلة، طبعا عملة صعبة بالمليارات، عندك سياحة دينية. احنا مش ملتفتين لا على الإطلاق. انا بقولك انا بروح المكان ده لما اكون عايز اعمل حالة صفاء ذهني كده، وبروح عذر الدرونكا. كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يخليك، نورتنا في ليلة العيد. بخير يا رب، ربنا يخليك. طيب احنا يعني انا عايز اسال حضرتك بقى، ايه اخبار الاسعار من وجهة نظرك؟ يعني نزلت كده لفيت شفت اسعار الخضار. الكلام اللي قلتيه على الخيار ده الحقيقة كلام مزعج جدا، وانا عرفت الكلام ده من اكتر من مصدر امبارح، وكنت حزين جدا لانه في جزء من اصدقائنا في سوق العبور وفي سوق 6 اكتوبر كانوا تضامنوا معانا في الحمله المبادره اللي كنا عاملينها مع جهاز حمايه المستهلك اسبوع في حب مصر، وكانوا بيقولوا كلام ايجابي جدا، لكن للاسف حكايات كتيره يعني قفزت مننا. زي ايه؟ طبعا الخيار كان في مشكله، الطماطم كانت ب7.5 جنيه امبارح، والنهارده تقريبا كانت موجوده سارده كده تعبانه في حدود 6 جنيه تقريبا، يعني كانت خلصت الطماطم النظيفه من امبارح للنهارده، فبقى عنده حاجات بيبيعها ب 6 جنيه رغم انها يعني مش كويسه. من الاخر كده في زيادات حصلت استغلالا للعيد. احنا مشكلتنا في مصر ان معظم اعيادنا مرتبطه بالاكل، حتى يعني عندكم الاعياد حتى مرتبطه بالديك الرومي، مش عارف، انا في بعض الاحيان بدور على ديك رومي بعد الاعياد بتاعتكم ما بلاقيش ديك. صدقني مش كل الناس، يعني لا 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 في ظل الغلاء ده لا يعني مش كل الناس بتجيب ديك رومي، يعني بس خلي بالك لو جابوا فراخ يبقى كويس. يا فندم انت بتتكلمي، انتوا بتصوموا نص السنه. ايوه احنا عددنا قد ايه؟ انا عندي منفذ في منطقه الفجاله لان المنطقه قاطنيها من الاخوه المسيحيين مش شغاله خالص. ما بيشتغلش، يعني احنا مؤثرين اهو، مؤثرين وعددنا لا باس به. بتتكلمي على الفجاله وشبرا،
الحته دي المنفذ ده مش شغال. احنا يعني بنشتغل بشكل يعني احنا موسمي. بسبب انه عاداتنا الاحتفاليه مرتبطه بالاكل, فده بس احنا عندنا مشكله. ما احنا يعني مثلا كنا في رمضان عندنا ارتفاع اسعار عشان شهر رمضان, بعد ما خلصنا رمضان دخلنا في العيد عشان العيد, بعد العيد دخلنا في عيد الاضحى, بعد عيد الاضحى عشان داخلين ما اعرفش موسم ايه. ما هو السنه كلها كده. والمدارس انت خلي بالك انه في ازمه السنه دي على وجه التحديد, في انخفاض حاد جدا في مبيعات اللحوم. طبعا اللحوم على وجه التحديد. يعني السنه اللي عدت كان في انخفاض عن السنه اللي قبلها, السنه دي في انخفاض حاد, انخفاض حاد. انا بقول لك وانا عارف اللي بقوله. السبب ارتفاع الاسعار؟ لا لا, ده بالعكس. ده انا عايز اقول لك انه في مثل هذا اليوم من العام الماضي كان كيلو اللحمه ب 160 جنيه لو تفتكري. النهارده اعظم كيلو لحمه في مصر ما بيعديش 130 جنيه, لكن في ركود, في حالة ركود. القدرة الشرائية بتاعت القدرة المواطن الشرائية قلت. مش بس عشان القدرة الشرائية, ده كمان انت عندك أزمة في المدارس. وانت عارفة ان المواطن المصري, اي بني آدم فينا, المصريين معروفين عنهم كده انه ممكن يموت من الجوع, ممكن يبيع هدومه بس يعلم ولاده عشان يعلم عياله. وبالتالي هتلاقي انه احنا خارجين من عيد الأضحى مباشرة على المدارس, وبالتالي كله عمال ماسك ايديه في الانفاق على الحاجات اللي زي اللحمه وغيره, ماسك ايديه عشان هو داخل عشان يشتري كتب وكراريس ومصاريف ولبس ومصاريف مدارس غاليه, يعني والطبقه المتوسطه وصلت لمرحله مزعجه جدا من الهبوط. تمام, ده يخليكي حاسه دايما بمشكله كبيره. الطبقه المتوسطه لو قدرنا انه نعمل لها برامج زي ما بنعمل برامج حمايه اجتماعيه للفقراء, نعمل حماية اجتماعية لهذه الطبقة, هتحمي الطبقتين, هتحمي الطبقة الفقيرة وهتحمي الطبقة المتوسطة. لأنه خلي بالك اللي يوقع الطبقة الفقيرة تحت خط الفقر مش فوق خط الفقر هي الطبقة المتوسطة. بدليل انت ممكن تكوني قبل الثورة مثلا كنت بتجيبي شغالة تساعدك في البيت, دلوقتي هتلاقي مثلا يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع, هتلاقي دلوقتي تجيبها يوم, فتأثر دخل الطبقة الفقيرة بدخل الطبقة المتوسطة. وبالتالي الطبقة المتوسطة كان بيجيب سواق يسوق له ويودي عياله ويودي يوصل أولاده ومراته مش عارف ايه ويودي الشغل وبتاع بعربيته. النهارده نفس الطبقة المتوسطة شغال سواق في شركة أوبر وكريم. يعني من الآخر انت حصل اختلال في المجتمع, في حصل خلل. وعشان كده بقول انه طب انت رايح لخير ولا مش رايح؟ رايح لخير. ازاي؟ هقول لك انا. انت عندك دلوقتي شبكه طرق اللي انت كنت بتعمليه طول عمرك, طول عمر مصر من الاف السنين احنا دايما بنمشي بمحاذاه النيل. احنا بلد نيليه على خط النيل, بنمشي على الكورنيش. بنحب الكورنيش. دلوقتي في فايبريشن, حد عمل حاله خلخله للتكتلات السكانيه الجامده المتشبثة بالحتة دي, بحتة الدلتا والصعيد. تمام, بدأ يخلخلك ويطلعك برة عن طريق شبكة طرق عرضية مش طولية. طيب هرجع تاني, انت رايح لتنمية, هرجع تاني للنقطة دي. بس أنا يحدث ده أكمل لك بس الآن يحدث ده لازم تشيل الطبقتين دول كويس, الطبقة الفقيرة والطبقة طب المتوسطة. أنا هرجع بقى لفكرة ازاي يشيل الطبقة المتوسطة, لأن احنا عندنا أصلا مشاكل في البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة. منها تكافل وكرامة, طبعا هو مشروع عظيم ويعني دخل فيه أسر كتير, لكن في كمان أسر كتير عندها مشاكل مع الإجراءات الخاصة بالبرنامج ده. احنا معانا مدام مريم من القاهرة. ألو يا مدام مريم. ألو, طب احنا معانا الاتصال. طيب شكرا ليك يا مدام مريم. حاجة بتقولي برامج حماية اجتماعية تكافل وكرامة بالنسبة للطبقة الفقيرة في بعض المشاكل. أولا لو هتتصور برامج حماية اجتماعية للطبقة المتوسطة شكلها يبقى إيه؟ طبيعتها تبقى إيه؟ تقدم لمين؟ عارفة يعني إيه شبكة أمان اجتماعي؟ شبكة أمان اجتماعي, شفتي اللاعب اللي بيلعب في السيرك وعلى الحبل أو بيلعب الحركات البهلوانية دي, بيبقى تحتيه شبكة. الشبكة دي تمنعه من الارتطام بالأرض, تمام, عشان ما يتعورش. أنا بقول وده مفهوم الشبكة, إن أنت تعملي شبكة أمان تشيل الطبقات دي عشان ما تقعش أكتر ما هي واقعة. يعني مثلا إحنا دلوقتي عندنا ثلاث طبقات, كان الأول عندنا ستة,
اوعى حد يقول لك في طبقه متوسطه وطبقه فقيره وطبقه غنيه. كان عندنا اكتر من طبقه. عندك طبقه فقيره وتحت خط الفقر، وعندك فوق خط الفقر، وعندك الطبقه المتوسطه اللي ماشيه من النص الى السور المحيط بالفقراء، وعندك من النص للسور المحيط بالاغنياء. كان في طبقه عايزه تطلع بس اختنقت وقعت، تمام؟ وبالتالي تشيليها ازاي؟ اقول لك تشيليها ازاي. انت عندك طرق خلاص اتعملت، انا عندي شبكه قوميه، انا بقول شبكه عالميه للطرق اتعملت في مصر. الشبكه دي هتاخدك توديك الصحراء، تمام؟ صحراء فاضيه دلوقتي. لكن تحتاجي الى ان تغيري مفهومك للتنميه، تمام؟ يعني مثلا الارض اللي على جانبي الطرق دي دلوقتي ممكن تبقى تنميه زراعيه، ممكن تنميه عمرانيه، ممكن تنميه سياحيه. ايوه اسعارها ايه؟ هي دي بقى. ما هو حضرتك ممكن تنقلني الصحراء بس يبقى سعر الوحده في الصحراء اغلى من احلى حته جوه البلد. اي لا، انا عايز اقول لك انه انا في واحد صديقي كان بيشتري شقه من قيمه كام يوم كده، لقى ان الشقه اللي هيشتريها في كومباوند قريب من شركه نادي المقاولين العرب ارخص من القاهره الجديده وارخص من الشروق. طيب ما هو ده اللي بنتكلم فيه. هيسافر. يعني ايه 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 المشكله انه يكون في تنميه لكنها متواكبه مع دخول المصريين؟ يعني انا مش معترضه خالص على الكلام اللي حضرتك بتقوله، فعلا شبكه الطرق شبكه رائعه وهتوصل الناس لاي مكان دلوقتي، ما بقاش في صعوبه ان احنا نخترق الصحراء. لكن مين بقى اللي هيقدر يخترق الصحراء؟ مين؟ هنا بقى ده الكلام مربط الفرس زي ما بيقولوا. نحلها ازاي؟ انت عايزه تعملي تنميه عمرانيه اللي هي سكن، وعايزه تعملي تنميه زراعيه اللي هي زراعه. طبعا تعالي نمسك في دول بس، خلاص سيبك التنميه الصحيه يعني لها مليون سكه، لكن التنميه الزراعيه دي لما تيجي تجيبي شاب وتقولي له هديك الفدان ب 18000 جنيه، 18000 جنيه في الصحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وتقول له روح ازرع، ترميه في الصحراء كده تقول له روح ازرع، وتقول له هعمل لك شبكه طرق وبطيئه شبكه الطرق، هعمل لك مش عارف ايه وكله ده بطيء، تاخدي منه 18000 جنيه ليه؟ ما تديله الفدان ده ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه واديله فتره سماح يسدد فلوس الدوله فيها بعد ما يزرع ويبين بيان على الارض زرعه بقى كويس وتمام يا عم خلاص انت زرعت وبقيت زي الفل وكبرت، اديني فلوس رجع لي اديني بقى الفلوس الارض، اخد منه فلوس الارض. انا عايز منه فلوس ارض ليه؟ انا عايز تنميه، لان كل 1% تنميه يعني 120000 فرصه عمل. يعني انا لو قدرت اعمل من التنميه الزراعيه 4% مثلا، بتتكلمي مثلا على حدود 500000 بني ادم هاخدهم من البطاله للشغل. طب انا اسيب الحاله دي في ايد موظفين يا فندم؟ انا اقول لك على حاجه، في شركه ريف مصر مثلا اللي هي معنيه بالمليون ونص فدان، في عندهم غرفه كده اسمها غرفه الجهاز المركزي المحاسبات، تمام؟ ما يقدرش يعمل قرار في شركه الريف دي الا لما يعدي على الجهاز المركزي يقول له دي قانونا صح ولا مش قانونا صح. حلو كده؟ بأمانة شديدة أنا في مرة من الحاجات المناقضات اللي عملها جهاز مركزي في جهاز من أجهزة المدن، قال له ما تزرعش نخل مثمر. طب ما أنت بتزرع نخل. قال لك ما تلقحوش. طب ما لقحوش. أيوه إيه الهدف يعني؟ عشان لو طلع بلح ده معناه إن أنت هتجيبي مين اللي يجمع البلح ومين اللي يوزنه وهتعمل مناقصة ولا مزايدة ولا هتعمل مش عارف ده بلح. طب يا عم ازرع ويطلع بلح بتاع ربنا خير، ينزل على ناس تاكله ما تاكلوش اي حاجه، المهم ان يبقى فيه ثمره. ما هو خلاص الشجره طالعه، تمام؟ بيقول لك لا ما تلقحهاش. طب ما لقحها، طب ما يعني تمشي في الحرام يعني؟ يعني يعني ال ال الشجره دي اللي ربنا خلقها حتى تثمر، تمام؟ والرياح لقحت وطلع بلح، نعمل ايه؟ يقول لك ده دي مناقضه ومخالفه وممكن تودي نيابه. تخيلي احنا وصلنا الى درجه ان احنا نزرع الفيكس. هو معترض انه ما مش هيكون في اليه، هم مش عاملين حسابهم في اليه معينه عشان يشيلوا البلح من على النخل. عشان لو طلع ثمره هتبيعيها ازاي؟ طب احنا معانا استاذ مايكل من مني. اهلا بيك يا استاذ مايكل. الله يخليك يا فندم. اهلا بيك اتفضل. بالنسبه يا فندم انا ماليش اي مرتب في الدوله ولا اي حاجه، يعمل ايه؟ يعني احنا ماليش اي حاجه في الدوله. حضرتك بتشتغل ايه؟ حياتك انا مضيعه على باب الله. ولا لي مرتب ولا لي اي حاجه، وحتى تكافل وكرامه في المنيا اتمناها يا فندم، ما حدش بياخد يا فندم، الاغنياء فقط.
يعني انت بتشتكي من انك مالكش اي سند مالي بيجي لك من اي مورد ثابت، انت على باب الله وبتشتغل وما اللي بيجي لك خلاص ولا اي حاجه يا فندم، لانه المنيا معدومه. تمام، شكرا ليك يا استاذ مايكل. تكافل وكرامه، مشروع مهم طبعا وقامت بيه الدوله. والحقيقه عشان بس ابقى منصفه، دكتوره غاده والي يعني والطقم اللي معاهم ليها بيقوموا بمجهود كبير جدا، بس انا بلاحظ انه في كل مشروع كبير وكل مشروع مثمر بيكون في خطا مش جاي من اللي بيحطوه او من اللي بيضعوه، جاي من المنفذين من تحت. يعني المشكله كلها طول الوقت جايه من تحت، يعني منظومه التموين الجديده منظومه رائعه، لكن في مشاكل مع الناس بسبب الموظفين الصغيرين، في مشاكل مع الناس بسبب الناس اللي بتوزع البضاعه، في مشاكل في تكافل وكرامه بسبب المتعاملين. يعني لسه في حد متصل بينا في فقره الاخبار كان بيشتكي انه حتى الناس اللي جايه تعمل معاينات اللي بتوع تكافل وكرامه اللي مقدمين بيتعاملوا معاهم بمنتهى التعالي وعدم احترام وما الى ذلك، واحد تاني يقول له كل قانون ليه ضحاياه. يعني ازاي الناس دي بتتعامل مع المستحقين للخدمه دي او للمشروع ده؟ وانا خليني اقول لك، الدكتوره غاده والي على وجه التحديد وزيرة من الوزيرات الناجحات طبعا، يعني ست ناجحة في انها تنفذ البرنامج ده. البرنامج ده على فكرة لو ما كانش اتعمل كان هيبقى في عندك يعني أزمة في الطبقة الفقيرة تحت طبعا، لأنه أنا حتى واحد كنت في مرة راكب معه تاكسي بيقول لي أنا البرنامج بتاع تكافل وكرامة أنا استفدت، أمي استفادت منه وعلى الأقل بيجيب الدواء. ما هو في السن الكبير ده العلاج بيبقى ثمن غالي طبعا، بعض الاحيان سكر ولا ضغط ولا بتاع. فقال لي انا باخد المبلغ مش عارف 600 جنيه ولا كام، ده المبلغ كان الاول 450 جنيه ارتفع ل 600 جنيه واكتر، مش عارف مش فاكر قد ايه. قال لي انا باخد بتاخد مبلغ اهو بينفع تجيب بيه علاج، تجيب بيه حاجه بيساعدنا. يعني الدنيا ما هياش ايه، ما هياش بتقع بالشكل ده. فانا بقول البرنامج الحقيقه كويس، انت عندك دايما في كل التجارب الجديده ديفوهات محتاج علاج. يجب علينا في المرحلة اللي جاية دي ان نشوف الاخطاء الناتجة عن موضوع تكافل الكرامة فين ونحاول نعالجها، لانه ما لم تعالج انت برضو محتاجة توصلي لاكبر شريحة من الناس تستهدفيهم بهذه الخدمة، لانه في النهاية لو حسبتيها حسبة صحيحة هم دول المواطنين الاولى بالرعاية في التوقيت الحالي، حتى لا تحدث مشكلة في هذا البلد والسلام الاجتماعي فيه يحصل فيه خلخلة أو يحصل فيه انهيار. يجب رعاية هذه الطبقة بشكل أو بآخر حتى تؤتي التنمية ثمارها، ومن ثم لا يكون هناك التجاء إلى تكافل وكرامة. أنت ممكن تكافل وكرامة ده بعد فترة الناس ما تاخدوش، يقول لك مش عايزه. ليه؟ لأنه اشتغل. لأنه هو لولا سيلفا في البرازيل عمل إيه؟ لولا سيلفا في البرازيل أول ما بدأ شغله في البرازيل الواقعة، البرازيل المنحطة اللي وقعت على الأرض اللي فيها دمار اللي ما فيهاش فلوس، الاقتصادها تحت الصفر اللي فلست، أول حاجة عملها قال لك نعمل شبكة أمان اجتماعي عشان نأمن الطبقة دي، عشان أعرف أتحرك وأنا بعمل تنمية. عارفة لدرجة إنه عمل مطاعم للفقراء واللي ما عندهمش إمكانيات وأطفال الشوارع ببلاش، يخش ياكل ببلاش، بس هو داخل يقول له انت بتيجي ليه؟ يقول له انا ما بشتغلش. طب انت ما بتشتغلش ليه؟ ما عنديش صنعه. طب علموه صنعه. يعني هو من خلال المطاعم قدر يكتشف اللي يجيبه مش قادر يشتغل يعلمه عشان يشتغل ويشغله ومش عارف ايه لغايه لما ينتج. طب ايه رايك بقى؟ روح البرازيل دلوقتي، فاكره الاسبله بتاعت زمان؟ احنا في عندنا السبيل الاسبله اللي شكلها حلو دي اللي معموله بالرخام القديمه في مصر القديمه دي، حد بيروح لها دلوقتي؟ محدش بيروح لها. المطاعم في البرازيل بقت زي كده، مزار محدش بيدخلها خلاص، بطلت. ليه؟ كان الاول بيدخلوها لانه فقراء، الان اصبحوا اغنياء، يروح عليه؟ طيب ما هو انت التكافل وكرامه ده على فكره الهدف الرئيسي منه مش يفضل طول عمر. ماشي، ما هو ده محطه لما ايه؟ المفروض ان ده محطه إلى أن تحدث التنميه المستقبليه تمام، يعني ايجابياتها، وبالتالي خلاص نبطله. طيب ما هو حضرتك دلوقتي احنا عارفين ان في بؤر بعينها كده محتاجه تنميه وفيها نسبه فقر عاليه وفيها نسبه اميه عاليه، يعني محافظات الصعيد حدث ولا حرك، عندنا فيها نسبه اميه عاليه، عندنا
قرى بعينها يمكن ما دخلت لهاش مرافق، ما يعرفوش حاجة عن التقدم والتكنولوجيا الحديثة، يمكن المية دلوقتي بتروح لهم بالعافية والحاجات دي بتروح لهم بالعافية، هي الحاجات الأساسية. محافظة المنيا فيها نفس الحكاية، يعني برضو موضوع أن أنا أدخل تنمية وفي نفس الوقت أرفع من مستوى الناس الاجتماعي وأدعمهم، ده ممكن يجي إزاي؟ بصي، أنت محتاجة برامج حماية أو برامج واسعة، يعني تتسع فيها الرؤية أكبر من اللي احنا فيه، لأنه ثبت بالدليل القاطع أن كل الحاجات اللي احنا نعملها دايما بتبقى في إطار ضيق. أنا محتاج أدخل على المناطق العشوائية دي، أعملها فايبريشن، أخلخلها، أخد الناس دي إلى 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 أماكن تنمية تانية. عارفة احنا طول الوقت طالما قاعدين في الحتة اللي احنا قاعدين فيها دي هنتعب. المنيا دي عندها شرق صحراء وغرب صحراء، بلد محاصرة ما بين جبلين، سواء كان أسيوط أو المنيا أو محافظات الصعيد، شريط ضيق عنده صحراء يمين وعنده صحراء شمال. خلاص بقى، يعني كفاية احنا هنعيش طول عمرنا في الحتة دي، حتة جايبة الفقر للناس. اللي جايب لك الفقر ده بعد عنه، روح إلى مكان أكثر رحابة وأكثر إيجابية، مكان واسع تعرف حتى تعيش فيه. طيب، يعني تتعرف ان في جزء من نسب الطلاق العالية ناتج من العشوائيات دي. طيب، ليه الناس بتتخانق مع بعض كتير وعندهم مشاكل ومش عارف شد ايه وجز. طيب انا عايز ارجع ضيقة الاماكن، انا عايز ارجع تاني بقى لفكرة الجهود اللي الجمعيات الاهلية بتقوم بيها، او الجهود اللي بتقوم بيها الدولة، او الجهود اللي بتقوم بيها جهات حماية المستهلك والمعنيين بهذا الشأن في فكرة الحد من ارتفاع الأسعار. لأننا برضو لو بنتكلم عن برنامج زي تكافل وكرامة أو غيرها من البرامج اللي بتقدم دعم مالي للمواطن، وهو الدعم المالي في ظل تزايد أسعار هيعمل إيه؟ يعني إذا كان في 400 جنيه أو 500 جنيه أو 600 جنيه والأسعار كل يوم بتزيد، مش هيبقى فيه توازن. هنكمل كلامنا في النقطة دي، لكن بعد ما ناخد مدام مريم. أهلا بيك يا مدام مريم. طيب مدام مريم مش معانا. دور الأجهزة دي إيه؟ يعني كان في مبادرة لوزارة الداخلية اللي هي كلنا واحد على ما أعتقد، كانت في مجموعة من السلاسل التجارية اللي بيها تم تخفيض حوالي 25% من أسعار اللحوم والحاجات التانية، السلع الغذائية التانية. إيه دور المبادرات دي في الحد من ارتفاع الأسعار؟ احنا على فكرة شاركنا في مبادرة امبارح مع وزارة الداخلية، امبارح وأول امبارح، عشان موضوع اللحوم. قوافل كانت في محافظة الدقهلية، أيوة، كانت تحت رعاية مدير الأمن وتحت رعاية محافظ الأهلية الحقيقة الدكتور أحمد شعراوي، كان عامل شغل رائع جدا. كنا بنبيع كيلو لحمة السوداني اللي بنبيعه في المنصورة نفسها ب 75 جنيه أو ب 80 جنيه كان بيتباع ب 50 جنيه. فين بقى؟ كان بيتباع في قوافل، في القوافل في القرى والأماكن الأكثر فقرا اللي محتاجة إن أنت تبيع لهم سلع بسعر أقل من المعتاد. تمام. في الظروف دي وزارة الداخلية الحقيقة هو عنده، هو بدأ يشعر بحكاية، يشعر بأزمة. ما هو عنده حاجة اسمها الأمن الاقتصادي، تمام؟ هو شايف أنه ممكن معدلات الجريمة يبقى فيها ارتفاع في الفترة الأخيرة، وبالتالي كان لازم يشتبك وزارة الداخلية على وجه التحديد، كان لابد أن تشتبك في هذا الملف. القوات المسلحة اشتبكت قبلها طبعا، في منافس كتير للقوات المسلحة والعربيات المتجولة، السيارات المتنقلة، ده أسطول ضخم جدا على مستوى الجمهورية، مرتبط بشبكة إرسال وبشبكة متابعة، وحكاية منضبطة جدا على فكرة، وما بيخطئوش إلا أخطاء بسيطة جدا. إنما الجيش والشرطة في وقت واحد عملوا شغل مع وزارة التموين، مع جهاز حماية المستهلك، مع الجمعيات الأهلية زي مواطنون ضد الغلاء، كل ده في النهاية بيتكامل عشان نقدر نعدي بالبلد من أزمتها. في أزمة في البلد محدش يقدر يقول لأ، لكن انتي بتتغلبي عليها. بقول لحضرتك، انت السنة اللي عدت كنت بتتباحي عجل البتيلو ده ب60 كيلو، النهاردة عجل البتيلو ده 450 كيلو، السنة دي بيتدبح دلوقتي، الناس اشترته 450 بدل ما كانت بيتدبح 60 كيلو. ليه؟ لأن في حد خد قرار، وزير الزراعة السابق الدكتور عبد المنعم البنا، تمام؟ هو راجل ما بقاش وزير ولا فيش مصالح، ولا وإحنا فيش مصالح بينه وبين حد، بس مشي، لكن عمل حاجة إيجابية جدا، خد قرار بعدم دبح البتلو وتربيته ودعمه، وعطى قروض، خد قروض من البنك المركزي. ده احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، لانه ده كان بيهدر الثروه الحيوانيه بصراحه. بتضربي في حد يعمل اللي احنا بنعمله ده؟ يذبح الاناث
عارفه في السودان لو انت ذبحت انثى 20 سنه دون نقد او ابرام، لان هم فاهمين ان الثروه الحقيقيه عندهم في ده. هو يا فندم عشان كده هو عنده ملايين من القطيع من المواشي. ليه؟ لانه هو فاهم ان ده لو حصل هيبقى عنده مصيبه. احنا بنذبح اناث ويقول لك دي شابه وبكريه وطعمها حلو ومش عارف ايه وحاجه. طب يا عم بتذبح الاناث ليه؟ ده دي الحاجه اللي بتجيب لك تنميه، بتعمل لك تنميه في الثروه الحيوانيه. يقول لك لا هي واحده وخلاص. طب ماشي خدنا واحده شيلنا واحده، تلاقي واحد ذبح تاني، تلاقي جرم ده وامنعه. انت عارفه عدم ذبح البتلو ده خلانا النهارده بقى في فائض ايجابي فيما يتعلق باللحوم البلديه. احنا كنا الاول مش بنلاقي، كنا بنروح نستورد من الخارج سواء كان من البرازيل لحوم حيه او من اوكرانيا او من كرواتيا او من اي بلد، من يعني من اورجواي، كل ده كله بنستورد منه، والسودان طبعا. النهارده الاستيراد قل نسبيا نتيجه ان انت ربيتي وبقى عندك امكانيه ان انت تربي. كان الاول المربي يقول لك انا هجيب لها منين علف؟ هجيب منين علف؟ فاضطر يدبح. انما النهارده قال لا خد قرض عشان اديك بيه علف، والقرض ده ب 6%. 6% دي كلام فاضي يعني. يعني ربنا يكرمه، ولو انتج البتلو الصغير ده ابو 60 كيلو بقى 450 كيلو، يعني بقى زاد 400 كيلو تقريبا. تمام، ده رقم مش قليل. طيب هيكسب. احنا كان عندنا رؤيه في اننا ازاي يعني نتخطى المشكله دي، وخدنا قرار وعرفنا ننفذه. باقي الحاجه احنا عندنا اسعار خضروات بتتفاوت ما بين منطقة للتانية، لكن في النهاية نقدر نصنفها على أنها غالية. ده بعيدا عن الحاجات بتاعة الموسم اللي هي بتبقى في بداية الموسم دايما غالية. يعني مثلا الخضروات شبه الخيار ده ليه سعره يغلب الشكل ده؟ وفين إحكام الدولة سيطرتها على الأسواق الكبرى؟ لو مش هنقدر أننا نحكم السيطرة على الأسواق العشوائية أو نراقب الأسعار في الأسواق العشوائية الموجودة في الأحياء المختلفة، الاسواق الكبيره المفروض ان هي بتورد للاسواق الصغيره. بص خلينا نتكلم بوضوح، هنقعد نلف حوالين الحكايه وفي النهايه مش هنعمل حاجه. الحل دايما كان في البلد بالبلدي كله يقول لك ايه، مرزبه ولا 100 شاكوش. المرزبه الكبيره دي ولا 100 شاكوش صغير. ليه؟ لانه في النهايه خدي قرار بقى. يعني انا واحد من اهم امنياتي ان يتخد قرار بانه يبقى في سقف الارباح يجري اقراره بقانون يلزم التجار بيه، ويلزم كل حلقات التوزيع بيه، ويلزم كل الناس اللي شغالين في المعادلة الاقتصادية بيه. لأنه خلي بالك طول الوقت احنا نقول تسعيرة جبرية، خلاص يا عم بلاها جبرية، يا رب تخش النار، يا رب جبرية دي يسطها قطر. ماشي، احنا عايزين نعمل استرشادية، عايزين نعمل تسعيرة سقفية، سقف للأرباح. على فكرة هو ده مش بس مفيد للمواطن علشان يعرف حدود السلعة اللي هو بيشتريها يشتريها في حدود كام، لكن كمان لو انت حابب انك تبدأ مثلا مشروع او تدخل في الدايره دي تبقى فاهم انت هتقدر تعمل ايه. يعني في ناس كتير جدا بتبقى متخوفه من الدخول في المجال ده او ما تعرفش معلومات، لانها الحاجات كل يوم بسعر. احنا ازاي نقدر نقنع القائمين على هذا الامر بانه لازم الناس تبقى داخله عارفه تسعيره الحاجات دي ايه؟ طبعا مع فارق النقل من المحافظه للتانيه، ده مفهوم بالنسبه لنا، لكن كمان الناس دلوقتي بقت بتستغل فكره انه البنزين غلي فاحنا هنزود سعر النقله ما اعرفش قد ايه. شوفي بقى انا عندي حل يريح كل الناس. التجارة العادلة، الفير تريد، التجارة التي لا تظلم لا تاجر ولا منتج. ده واحد من أهم أمنياتي في الحياة، إن الواحد قبل ما يرحل من الدنيا يبقى عندنا عدل في التجارة. العدل مش هيزعل حد، لكن للأسف أنت بتتكلمي مع ناس طول الوقت رافضين فكرة الاقتراب من قدس الأقداس اللي هو الأسعار. عند ما تيجي تقربي ناحية الحكاية دي يقول لك لا ما تعملش حاجة. احنا اقتصاد حر، احنا اقتصاد حر، واحنا في حقيقة الأمر اقتصاد مر وأمر من المر. ويقول لك لا انت لو انت عملت الكلام ده هتضر بالاستثمار، وفي حقيقة الأمر ده مش استثمار، ده استحمار. لما تسيب السوق مفتوح، شفتي الأسمنت حصل له إيه؟ كان ب 1300 جنيه نزل لما دلوقتي بقى ب 600 وهينزل 800 وبصي متوقع ينزل 600 هينزل لغاية لما يوصل 600 جنيه. وافتكر كلامي ليه؟ لأن انت عملت البالانس، عملت التوازن، لأنه في ناس كانت بتغالي وما كانش حد قادر يحكمه ويقول لك طب يا عم طب قول لي تكلفتك قد ايه، يقول لك ما اعرفش. طب انت دلوقتي بتنزل يقول لك واحنا ده في مره رئيسه جهاز حمايه المنافسه طلعت بيان قالت فيه ان الناس دول غلابه ويعني مش لاقين ياكلوا،
برغم انهم بيقبضوا مرتبات كبار الموظفين في اسبانيا وفي فرنسا وفي دول بره. احنا برضو نوضح للناس ايه اللي حصل علشان سعر الاسمنت ينزل. عملت مصنع بني سويف عملته القوات المسلحه من 3 سنين بداوا فيه. الحقيقه الرئيس كان في الحكايه دي واسع الافق، شاف الحكايه قال لك مفيش حل قدامنا اللي احنا نعمل مصنع، وعملوا في حته مهمه جدا في بني سويف، يعني عملوا في زور الصعيد، يعني في بدايه الصعيد، عشان يبقى في منطقه متوسطه في مصر يقدر يودي الصعيد ويقدر يودي ابل ويودي بحري ويودي مش عارف ايه، يعني يقدر ينتشر بشكل ايجابي، وفي نفس الوقت يشغل عماله في الحته دي. الحتت دي حتت فقيره محتاجه تشيل الناس اللي فيها من البطاله. ده معناه انه احنا محتاجين تدخل قرار الدوله طبعا. ما هو كل حاجه، ما هو بصي خليني اقول لك بصراحه، احنا ما وصلناش لمرحله الاقتصاد الحر اللي موجود في اوروبا وامريكا والناس دي. احنا ما زلنا لغايه دلوقتي بنحبو في فكره الاقتصاد الحر. احنا حتى مش باينين دلوقتي اذا كنا اقتصاد حر ولا اقتصاد اشتراكي، لان في جزء من شغلنا ما زال على قديمه، وفي شغل جديد تمام اتعمل. الشغل الجديد اللي اتعمل ده احنا ما عملناش فيه اليات الاقتصاد الحر. يعني الاقتصاد الحر يقول لك ما تسعرش، ماشي اوكي ما تسعرش، بس ما تعملش احتكارات، ما تعملش كارتيل احتكار. طب البلد كلها احتكارات، طب ايه اقضي على الاحتكارات دي وبلاش سعر. ده اقول لك على حاجه، لو استطعتي ان تقضي على الاحتكارات في هذا البلد انسي فكره التسعير. ده بالعكس، ده انت لو سعرت ممكن يبقى مش لصالحك، ده انت ممكن تسعري. اقول لك على حاجه، في مره عملنا سعر ايام التسعيره الاسترشاديه تمام، عملنا تسعيره الطماطم ومش عارف ايه، كان في وزاره التموين، كنت عضو في اللجنه دي. لك ان تتخيلي احنا كنا نسعر حاجات النهارده بكره الصبح لقيها نزلت عن السعر بتاعنا. ليه بقى؟ لان السوق حكم، طماطم هتبوظ فلازم نشتغل بالسعر ده او اقل اشربها. طيب تمام، وبالتالي انت بتتكلمي على انه لو قدرت تقضي على الاحتكارات الاول وسبت السوق عرض وطلب وكل واحد يحدد سعر زي ما هو عايزه، انا ما عنديش ازمه. ليه؟ ما حد، لانه النهارده بيتفقوا مع بعض بكره البيضه هتبقى قد كده. يا فندم ده راجل بتاع، انا اعرف واحد بتاع رز تمام، عنده ابلكيشن اللي ماسك حكايه الرز في مصر، عنده ابلكيشن كده على واتساب بيبعت منه رساله لبتوع الرز كلهم بكره الرز ب 8 جنيه. طب وبناء على ايه بيحط الاسعار؟ احتكار. ده اسمه ممارسه احتكاريه، ده اسمه حاجه بيسموها في الاقتصاد في قانون حمايه المنافسه اسمه اتفاق افقي مسبق. يعني ما ينفعش انا وانت دلوقتي ولا قاعدين في الاستوديو نتفق مع بعض ان احنا نبيع بكره الرز بقد كده، ما ينفعش، لان ده اسمها ممارسه احتكاريه. الاصل في الموضوع ان احنا نختلف مع بعض، انت تبيع ب7 وانا ابيع ب8 وكل واحد فينا ينزل بسعره عن التاني ويقدم جوده احلى ويقدم خدمه افضل، دي اسمها المنافسة. احنا ما عندناش دي، يبقى احنا ما عندناش اقتصاد حر. طيب النهارده مثلا احنا كمان اسبوعين ثلاثة داخلين موسم المدارس والناس خارجة من العيد، حضرتك انزل كده شوف اسعار الشنط واسعار الجزم واسعار لبس المدارس واسعار الكشاكيل والاقلام والحاجات دي، هتلاقي انه في زيادة عن السنة اللي فاتت تقريبا مش اقل من 70-75% ويمكن اكتر كمان. يعني اقل شنطة مدرسة النهارده يعني تحتمل ب 350 جنيه. احنا ما بننتجش الحاجات دي، احنا بنستوردها كلها، معظمها مستورد وجاي من الصين. ازاي نتعامل بقى مع الوضع ده؟ انت عارف انا حزين جدا من الحكايه دي، لانه احنا يعني مش عارفين نصنع القلم ده. القلم ده مش عارفين نصنعه. احنا عجزنا لدرجه ان احنا مش عارفين نصنع قلم. يا فندم ده في بتاع ده خروف كده بيعمل، تعمليه بالزمبلك، فاكره الزمبلك ده؟ فاكره طبعا. بيعمل يقعد يطبل كده. خروف ليته بيتباع في الاشارات. وفي بتاع كده نظاره وفيها شنب تزمري فيها تطلع شنب كده. عارفه دي الواد قعدت فصله قالت ب 25 جنيه خدتها منه ب 10 جنيه، طب احنا مش عارفين نعمل اللعبه دي؟ نستوردها من وراء المحيطات اخر العالم؟ يعني انت زمان يقول لك في الصين اطلبوا العلم ولو في الصين، الصين دي اخر اخر الدنيا. نروح نجيب الحاجات الهايفه دي من الصين؟ احنا وصل بينا الامر ان احنا كبلد وقفت عملية الابتكار والابداع عندنا والقدرة على العمل، ان احنا نعمل شوية الحاجات الهايفة دي، حاجات هايفة ملهاش اي قيمة. نروح نستورد، ما زلنا لغاية دلوقتي بنستورد الاسيكة.
استيكه اللي استوردها من الصين يعني في كلمه لانه الوقت دغ استيكه خالص. المفروض انه ده مسؤوليه مين ومفروض الناس تعمل ايه؟ تشتري ما تشتريش؟ ما هو ما ينفعش الناس هتقاطع هتجيب حاجه. انا بتمنى ان وزير الصناعه ما يقعدش في مكتبه. وزير الصناعه ده يلبس كاجوال. انا عجبني رئيس حكومه من قيمه شهر ولا حاجه شفته لابس كاجوال واقف في العلمين مع الناس لابس تيشرت احمر حلو كده دمه خفيف وبنطلون جينز وواقف لابس طاقيه واقف في وسط الناس بيتكلم معاهم. انا كان واحد من الناس اللي هيموتوا من الفرحه ان شفت رئيس وزراء لابس كاجوال. وكان المهندس ابراهيم محلب بيحب الحكايه دي. انت محتاجه وزراء كاجوال حركيين ميدانيين. الوزير اللي يقعد في مكتبه دلوقتي نو انا مش عايزه. الوزير اللي يقعد في مكتبه وزير الصناعه محله المختار الان في مدينه صناعيه يطورها في مكان في مصنع ماء مغلق يفتحه ويقول لهم ده عطلان ليه. الوزير اللي يقعد وزير الصناعه اللي يقعد في مكتبه ما ينفعش. انا بشكرك جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب. شرفتنا ونورتنا. انا سعيد بهذا اللقاء والله. يعني حرمني ان انا اشوف محمد صلاح وليفربول دلوقتي لكن شفتنا النهارده. انا بشكرك جزيلا من كل حاجه. بشكرك جزيلا استاذ محمود عزقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده. وبشكركم مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده. كل سنه وحضراتكم طيبين. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد الجاي الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره في حلقه جديده وبرنامج في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.